هل تعرف الفرق بين بريطانيا والمملكة المتحدة وإنجلترا؟ لا يفرق الكثير من الناس بين المسميات التاريخية لبعض الدول، وذلك لأن بعضا منها تغير اسمه ونطاق حدوده عبر الحقب الزمنية المختلفة. ربما أبرز الفرق بين مصطلحات بريطانيا أو بريطانيا العظمى وإنجلترا أو المملكة المتحدة، والأغرب من ذلك أن هناك عدد من سكان هذه الدول نفسها قد لا يدركون الفرق بين بريطانيا والمملكة المتحدة وإنجلترا، ويعتبرون أنها تقود إلى المعنى ذاته. ولعلك حاولت البحث عن اسم المملكة المتحدة سابقا ولم تجدها في الخرائط الحديثة أو بعض القوائم، خاصة إذا كنت تقطن فيها، والحقيقة أن كل اسم من المسميات السابقة تختلف عن بعضها في الحدود السياسية والجغرافية وفي المفهوم، وهنا سنجد لكم توضيحا سريعا لكل منها. يستخدم الناس في جميع أنحاء العالم مصطلحات إنجلترا وبريطانيا العظمى والمملكة المتحدة على أنها شيء واحد، على الرغم من أن هذه التسميات لأشياء مختلفة. الاسم الرسمي للمملكة المتحدة هو المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا، وعاصمة المملكة المتحدة هي لندن، وهي أكبر مدنها. الفرق بين بريطانيا والمملكة المتحدة وإنجلترا يشمل الفروقات بين السكان ونظام الحكم والحدود الجغرافية وغيرها. أفضل مصطلح يمكن اعتماده هو مصطلح بريطانيا العظمى، أما مصطلح بريطانيا فهو مصطلح قديم كان يطلق على الأراضي الرومانية في بريطانيا. أولا، المملكة المتحدة تتألف حدود المملكة المتحدة من 4 اتحادات لدول متجاورة، وهذه الدول هي إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا وويلز، ويطلق عليها باللغة الإنجليزية United Kingdom، والاسم المختصر بالإنجليزية هو UK. أما عن الاسم الرسمي والكامل للمملكة المتحدة فهو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، حيث أن شمال إيرلندا لا يزال تابعا سياسيا للمملكة المتحدة وحكمها، مع أن إيرلندا تعتبر دولة مستقلة. وقد يخلط البعض باعتبار المملكة المتحدة بأنها دولة إنجلترا، حيث أنها الأكبر من حيث المساحة الجغرافية إذا ما قورنت ببقية دول الاتحاد الأخرى، كما تعتبر بؤرة تواجد أهم المؤسسات الحكومية للاتحاد، إلا أنها تعتبر أحد دول الاتحاد ولا تعبر عن المملكة المتحدة بأكملها. بريطانيا العظمى تعتبر بريطانيا العظمى تعبر عن اتحاد سياسي ل3 دول، وهي دول إنجلترا وإسكتلندا وويلز، حيث أن الجزء الشمالي من إيرلندا لا يندرج ضمن بريطانيا العظمى. وهذا هو الفرق بين ما تضمنه بريطانيا العظمى بالمقارنة مع المملكة المتحدة. ومن هنا جاءت تسمية المملكة المتحدة باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، حيث يفرق بين كل منهما من حيث الحدود السياسية ونطاق الانتشار. ورغم ذلك الفرق، إلا أنه لا يزال هناك خلط بين مفهومين، فكان الاسم الرسمي للفريق الأولمبي التابع للمملكة المتحدة يحمل اسم تيم جي بي، وهو يعني اختصارا لبريطانيا العظمى وليس المملكة المتحدة، مع أن بعض أعضاء الفريق كانوا من مناطق شمال إيرلندا. إنجلترا تعتبر دولة إنجلترا أكبر دولة من ناحية الامتداد الجغرافي في دول المملكة المتحدة، ويتمثل امتدادها الجغرافي في المناطق الوسطى والجنوبية من بريطانيا العظمى، كما تشترك مع بقية الدول في الحدود الجغرافية بريا، مع دولة اسكتلندا من الشمال ومع ويلز من الغرب، كما يحدها بحريا من الشمال الغربي البحر الإيرلندي، ومن الجنوب الغربي البحر الكلتي، ومن الشرق البحر الشمالي. إيرلندا يطلق عليها اسم جمهورية إيرلندا، وتعتبر من حيث المساحة في المرتبة الثانية بعد إنجلترا، وبالمقارنة مع بقية جزر بريطانيا، وبما أن الجزء الشمالي منها لا زال تابعا للمملكة المتحدة، فهي تتكون من جزئين: إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا المستقلة والتي تمثل بقية أجزاء إيرلندا. الجزر البريطانية بريتش آيلس يعتبر هذا المصطلح من مجموع أكثر من 6000 جزيرة متقاربة، وتقع جغرافيا بالقرب من بريطانيا العظمى. وهذا المصطلح قد انطلق للتعبير عن منطقة من ناحية جغرافية وحسب، ولا يمثل إقليما أو دولة أو اتحادا، إلا أن المواطنين الإيرلنديين يبدون اعتراضهم على هذه التسمية التي تشملهم تحت السيادة البريطانية وعلى دولتهم المستقلة. وهذه الجزر البريطانية الواقعة تحت إشراف الحكومة البريطانية تندرج تحت هذا المسمى من ناحية سياسية وليس جغرافية فقط، منها جزر فوكلاند ومنطقة جبل طارق.
الجزر البريطانية British Islands. يختلف هذا المسمى عما سبقه بأنه يشير إلى الحدود السياسية والملكية، أي يطلق على هذا الاسم على المملكة المتحدة بالإضافة إلى الجزر التابعة لها سياسيا في النظام الملكي القائم. وهذه الجزر هي جزيرة آيل أوف مان، وجزيرة بايليوليك جيرسي، وجزيرة جيرنسي. وهذه الجزر تعتبر في المحيط الجغرافي للجزر البريطانية وليست جزءا منها. في ضوء ما سبق وما يفرضه الواقع السياسي والدولي، يتضح أن أفضل مصطلح يمكن اعتماده للتسمية هو بريطانيا العظمى، والتي كما وضحنا سابقا فهي تشير إلى اتحاد دولة إنجلترا مع دولتي اسكتلندا وويلز. وفي النهاية نتمنى أن نكون وضحنا بإيجاز الفرق بين بريطانيا والمملكة المتحدة وإنجلترا والجزر البريطانية.